كلمة قصة بقى مدام لون من التاريخ بس لون راقي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه وإلى آخره ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل فيه بقى حاجات او موجزة كده نقوم نسميها ايه طرفة نادرة طرفة وايه الطرفة دي تبقى فيها حاجة يا تضحك تقوم الوحية حتة من التاريخ جزئية بسيطة قوي واشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثة مثلا تبقى دي اسمها ايه طرفة يعني حاجة يتفكى فيها كده في المجلس يعني مثلا زي ما دخل مثلا اشعب على المأمون وبعدين بيسأله ويقول له يا اشعب ايهما اشهى قال له زيانج ام الفالوزك يعني البالوزة فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب لا اقضي على غائب يعني معناه هات للاثنين قدامي وانا اشوف طرفة لطيفة فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا فاخذ اشعب ملعقة من هذا وتناولها وسكت واخذ ملعقة من التاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت وخد معلقة من التاني وسكت قال له اخضي يا اشعب قال يا امير المؤمنين كلما اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته هذه طرفة هي حدة تاريخ بسيطة كده مثلا تيجي مثلا كلمة نادرة اللي فيها حكمة مش بس تتفكه بها انت لا وتكون درسا للغير تكون درسا هي برضو جزئية واشخاصها قليلين وحاجة بسيطة قوي قوي مثلا يجي وشا واشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد ابن ابيه وزياد كان باطشا فتاكا فلما وشا واحد بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد قال زياد أأجمع بينك وبينه قال للواشي قال للواشي أأجمع بينك وبينه ما قدرش يقول له لا لأنه لو قال لا يبقى كذب وخايف فسكت الرجل فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به وأدخل الرجل الواشي بيتا يعني وراء ستارة كده قال يا ابن همام بلغني أنك هجوتني قال كلا أصلحك الله ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل فجذب الستار وقال إن هذا الرجل أخبرني فنظر إليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه فذهب إليه وتفرس في وجهه وقال له أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت يعني قلت لك كلمة ريحت بها نفسي فخنتني ونقلته وإما قلت قولا بلا علمي يدي يدي فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإسم فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه وأنعم على من وشي به دي نادرة إنما تدي قضية الوجود كله تعبان منها هي نادرة بسيطة قوي وأبطلها كام ثلاثة مش كده ومدتها وجيزة إلا أنها بتعمل إيه نادرة بسيطة إنما بتدي قضية من قضايا المجتمع اللي يجب أن يسير عليها الحكام حين يشي واشم بواحد يوم يقول له طيب استنى خليك هنا ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد بقى تنتهي المسائل دي تبطل تخلي واحد يشي بواحد إلا إذا نقل بحق إذا نقل بحق شوف دي إزاي هتعمل إيه في المجتمع تبقى دي اسمها إيه يبقى في طرفة في إيه كل ده اسمه داخل في إيه في التاريخ داخل بس ما خدش مسافة ما خدش حيز ما خدش أبطال ما خدش هيصة ما عندناش كومبارس ومش عارف ايه وما فيش حاجة من دي بسيطة انما ادت ايه ادت معنى عالي